معنا من مصر محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمود أنت هذا محمود من الشرقية، محمود الأزهري معي؟ نعم. أولا أخفض على رقم على صوت التلفزيون. مغلق تماما. لا هناك ترديد في الصوت. نعم محمود، يعني قبل يعني تسمعوني الآن؟ محمود تسمعوني؟ إذن أيضا مشكلة مع محمود. معكم محمود، رجع محمود. السلام محمود تسمعوني؟ محمود تسمعوني؟ محمود عندكم أنتم؟ أنا أسمع. نعم أنا أسمع الآن. نعم محمود، أولا يعني نحن يعني جدير بالذكر، أريد أن وأنا لأني تعرفت عليك من أنت، لأنك قبل ليالي قمت بالاتصال فقط لتسجيل النقاط، ثم ذهبت إلى اليوتيوب للتهريج حول هذه القناة وقولي الذي تريد أن تقول. عندما تتصل أرجوك محمود، نحن هنا في نقاش علمي أكاديمي، فبعيد أرجوك عن انتهاج هذه الألعاب الرخيصة، فإذا عندك أي شيء تفضل قله، وكن طبعا هادئا ومؤدبا طيلة المداخلة. تفضل محمود. طيب أبشر أنا أشكرك، لكن أنا بفضل الله لن أهرج، التهريج يعرفه أصحابه. تفضل محمود بدون هذه الإضافات، وإلا سأضطر لإغلاق الخط، لأنك بينت سوء نيتك وسوء يعني نيتك بعد أن قمت بهذه الأفعال التي لا تصدر ممن هم يريدون الوصول إلى الحق. إذن محمود تفضل دون أي يعني دخول في ما هو ليس من شأنك. تفضل محمود. أنا لا أعلق، لا بأس. طيب أنا سمعت شيخكم يقول بأن عائشة هي المدانة من فوق سبع سماوات، وكلمة واحدة فقط، أنا أعلن تشيعي الآن. أنتم تقولون تأخذون عقائدكم من المعصومين الأئمة الاثنى عشر، أنا أعلن تشيعي من الآن. إن جاء لي الشيخ برواية مسندة إلى معصوم ولو بإسناد كله مكذوب، ولو بإسناد كله ضعاف كذابين، إسناد من صاحب الكتاب إلى معصوم يقول بأن آيات الإفك نزلت في مريم، فقط أقسم بالله أمام الجميع بشرط الإسناد يكون متصل، ولو كله كذابين. أنا يعني من المفترض أن أقول إسناد صحيح، لكنني أتنزل وأقول لأثبت أنكم على عقيدة لا علاقة لها بمن تزعمون أنهم أئمتكم. هو الآن معي، إن استطاع تمام محمود. محمود من كتب الشيعة محمود تسمعني؟ لا تسمعني أرجوك، لأن أولا يعني نقطة الحوار ليس هذه، الكلام أيضا كان موجه لأحد المتداخلين الشيعة ممن اشتبه عندهم أمر يعني قولي ما يعني افترضه أنهم مراجع في بخصوص عائشة، فكان الشيخ الحبيب يجيب عن هذا، وأيضا سأطرح هذه النقطة على الشيخ، ولكن يعني تثمينا لوقت الشيخ وحتى لا تضيع كما ضاعت الآن الليلة الثالثة التي نكرر فيها نفس هذا السؤال. الآن إمام علي عليه السلام لم يكن يحترم عائشة، أهان عائشة، كيف ما هو موقفك بعد موقف الإمام علي عليه السلام؟ تفضل محمود في هذه النقطة تحديدا، ثم نتكلم في النقاط الأخرى الخارجة من الموضوع. تفضل أستاذي الفاضل، الله يهدينا وإياكم إلى الحق. الشيخ صراحة نقطة في غاية الأهمية، أنا أريد أن أتشيع الآن، أريد رواية من محمود واحدة. أرجوك عندما قبل أن أفتح الاتصال وجهت سؤالا، نحن لا نتهرب من هذا طبعا، بس فقط اسمعني محمود أرجوك لا تتداخل معي عندما أكون أتكلم. محمود هذه النقطة التي الآن تفضلت بها، وأيضا دخلت بنفس الطريقة التي حذرناك منها، من أنه لسنا هنا لتسجيل النقاط ولتقطيع هذه المقاطع والتهريج بها في الإنترنت، أرجوك حتى يثرى النقاش. السؤال المطروح الكل يراه على الشاشة خلال هذه الليلة،
كيف تكون عائشة واجبة الاحترام ولم يحترمها الإمام علي عليه السلام؟ أجب عن هذا السؤال ولا تهرب منه رجاء. لماذا هذا الأسلوب؟ اصبر علي واحدة واحدة واسمعني لو سمحت. محمود هناك سؤال، أنت لماذا تنتهج هذا الأسلوب؟ هناك سؤال، لماذا أنت تتهرب؟ أنت تصف نفسك بالأزهري، لماذا أنت تتهرب يا محمود يا أزهري؟ يا أستاذ يا أستاذ أنتم أقل من الأزهري يتصل عليكم، لكن اسمعني اسمعني الآن الآن أنا أريد أن أناقش الشيخ في هذا الأمر إن استطاع بفضل الله تعالى. محمود 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 الآن أنت يعني أنت اتصلت بقناة فاتحة للاتصالات حول موضوع معين، هل في نظرك من العقل أن تقفز على هذا العنوان المطروح، تقفز على هذا السؤال المطروح ثم تتكلم في شيء آخر؟ هذا الشيء الآخر أنا يعني كرما منا وتفضلا منا قلت لك سأطرح هذه النقطة عندما تنتهي من الجواب عن السؤال الأصلي الأساسي المطروح في هذه الحلقة، عندما تنتهي سنطرح هذا السؤال، سأفتح لك المجال. الآن أجب عن هذا السؤال، كيف تكون عائشة واجبة الاحترام ولم يحترمها الإمام علي عليه السلام؟ ثم ننطلق إلى أسئلة أخرى. تفضل محمود. طيب طيب لا بأس، لا إشكال أبدا، أنا أجيب. شكرا لتفهمك، لكن لو تعدوني بس فقط بمناقشة الشيخ في هذه القضية إن شاء الله. التي يعني إن شاء الله. لا 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 عدوني في حلقة غدا مثلا الشيخ في روايات حديث الإفك من كتبه، أقسم بالله أمام الجميع إذا أثبت لي رواية واحدة بإسناد مكذوب إلى معصوم، المعصوم قال بأن آيات الإفك نزلت في ماريا أو إن الذين جاؤوا بالإفك أو غيرها نزلت في ماريا، لأنني بفضل الله عز وجل درست كتابه وعلمت من أين أخذه. المهم ما علينا الأمر، قبل أن ندخل في الموضوع عيدوني الآن بأن أناقش الشيخ في هذا الأمر، ممكن؟ محمود أنا فقط مدير الجلسة وعندي سؤال ملتزم به، أنت تدور في حلقة مفرغة، أرجوك محمود سؤال مطروح نتناقش فيه ثم سأفتح لك النقاش مباشرة حول هذه النقطة مع الشيخ الحبيب، تفضل. طيب لا استشيروا الآن هل يقبل بهذا؟ محمود هناك السؤال، أولا هذا البرنامج ليس برنامجك أنت، هذا برنامج أنا أديره، أقول لك هناك سؤال في الواقع المفروض أنه أقطع عليك الاتصال في البداية، ولكن لأنني أعرف أنك ستهرج بذلك أريدك أن تجيب، أن أبقيك إلى أن تجيب عن هذا السؤال فيظهر خوارك أصلا قبل أن ننطلق إلى النقطة الأخرى. تفضل محمود تفضل محمود. لكن أقول أنا ما طرحت شيئا، أنا ما تكلمت في شيء إلا وقد طرحه الشيخ هذه الليلة. محمود هذا النقطة كانت جوابا جوابا فرعيا بدون أدلة، فقط كلاما على متصل متداخل شيعي، أنت لست شيعيا ولا أنت تريد الحق، فأنت تريد أن تهرج اليوم لأنك لا تريد أن تجيب عن السؤال. أنت لماذا اتصلت محمود؟ لماذا اتصلت؟ لماذا اتصلت؟ هنالك برنامج مكتوب عندك في اليوتيوب في عنوانه كيف تكون عائشة واجبة الاحترام ولم يحترمها الإمام علي عليه السلام، لا نتكلم عن موضوع الإفك اليوم، أجب عن هذا السؤال. هل تنتظر مني محمود أقطع عليك الخط حتى تذهب يعني؟ تفضل محمود. لا إشكال لا يلا تفضل أخيرا أخيرا يلا تفضل. حاضر اصبر علي يا أستاذ، أنت ليه الرعب ده؟ محمود أنت المرعوب لأنك تذهب وتبتر تبتر المقاطع، أنت المرعوب أنت المرعوب محمود. لماذا تخافون علي هذا الخوف؟ محمود أنت تكرر الكلام لأنك ليس عندك جواب، أنت المرعوب. تفضل محمود تفضل تفضل تفضل، الكل يشاهدك اليوم، تفضل محمود. يلا يا سي محمود أنا أجيب. حتى هنا الزوار هنا ينادون تفضل يا محمود، أخرجها ولا تخف. يلا محمود مرة أخرى محمود السؤال، كيف تكون عائشة واجبة الاحترام ولم يحترمها الإمام علي عليه السلام؟ تفضل محمود. رضي الله عن علي. طيب شوف محمود شوف محمود الآن محمود الآن محمود إخواني المشاهدين تعلم من أصدقائه وليد إسماعيل وغيره من هؤلاء الشلة التي لديها جروب في الواتساب
وقال له عندما تنحصر ترد عن عائشة، ترد عن أبي بكر، ترد عن عمر، أخرج من الموضوع، تكلم في أي شيء. محمود، عائشة ملعونة، نلعنها لعنها الزوار لأنك أنت ترديت عنها. أنا لن ألعنها فقط حتى لا تأخذ ذلك يعني سببا في لكي تهرب من هذا النقاش اليوم. السؤال المطروح اليوم، كيف تكون عائشة واجبة الاحترام ولم يحترمها الإمام علي عليه السلام؟ يلا سوي ميوت واهرب. سويت ميوت؟ لعبة الميوت الآن. يلا محمود تكلم. أنا معاك أستاذ والله، أنا معاك أنت اللي غلطت. تكلم محمود. أنا معاك الكنترول، خدني وبيقولي لعن الله عائشة في كنترول. طب إيه ده؟ إيه الوسوس؟ محمود أنت تتصل بقناة فدك، القناة الرافضية التي لا تحترم عائشة. اليوم نقول لك ليست فقط قناة فدك التي لا تحترم عائشة، الإمام علي عليه السلام لم يكن يحترم عائشة. تفضل بجوابك. طيب اسمعني اجيب يا رجل. نعم يلا تفضل. تفضل بدون تردي، بدون تردي حتى لا يعتبر هروبا، تفضل. طيب طبعا يعني انا عجبت من بدون اضافات بدون زيادات، تفضل. لقد اكثرت الكلام، تفضل. يا رجل انا اجيب اهو، سبحان الله. مسألة رواية لعن عمرو فيها اكثر من تضعيف ذكره اخونا عبد الرحمن جزاه الله خيرا. رواية البلاذري لا تصح. عبد الرحمن يعني عفوا محمود، الحديث هذا الذي صححه الذهبي ضعيف؟ الذي قال انه على شرط البخاري ومسلم ضعيف عندك؟ انا التزم بتصحيح الذهبي بشرط واحد، اذا قال لي شيخك انه يلتزم بتصحيح علماء الاماميه، اذا صحح العالم الامامي حديثا فانه يلتزم الصحه، انا عندها التزم بتصحيح الذهبي. وعندها الله اكبر محمود. الله اكبر، لقد تطور مذهب عبد الرحمن الى المذهب المحمودي الجديد في تصحيح الاحاديث. يا عمي شوف نحن الان في مجال تحقيق لا مجرد ما شاء الله على المحقق. تفضل محمود تكلم، قل كلاما عاقلا، قل كلاما يزنه العقلاء. الذهبي الذي هو من علمائكم في التحقيق، المحقق الذهبي عندكم قال أن هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم، وحتى الذي ادعى عبد الرحمن من أن الأعمش مدلس قد تبين لك أيضا أن هذا تدليس من نفس عبد الرحمن، وأنه عندما ينقل الأعمش عن أبي وائل فإنه بمثابة، هذه عنعنته بمثابة تحديثه عنه كما قال الذهبي نفسه. فمحمود العب لعبة بعيدة عن لعبة الأسناد. ما هو جوابك عندما نقول أن عائشة لم يحترمها الإمام علي عليه السلام؟ هل تلتزم قول الإمام علي عليه السلام؟ تفضل محمود. طيب حاضر يا أستاذي، بس رجاء اتركوا لي المجال حتى أتكلم. لا تركوا لك المجال، تفضل محمود في هذه النقطة. طيب حاضر. فأنا قلت هذا عوار في المناظرة والحوار، عندما تلزمني بتصحيح عالم ما قد يكون أصاب أو أخطأ ليس معصوم، فأنا أقول لك إذا التزمت هذا أقول لك أنت تعتقد تحريف القرآن طبقا للنور التبرسي الذي يصحح 2000 رواية في التحريف، فهذا عوار. الأمر الثاني خلاص، الرواية احنا يعني تبين عوارها، مسألة لعن عمرو بن العاص وهي لا تصح. رواية أين ما شاء الله، يعني أين تبين أنها لا تصح؟ أين ما شاء الله. كيف تريد أن تتكلم هكذا بدون علم، يعني هكذا يعني سندويتش بسرعة وتذهب؟ هذا ليست سندويتش فلافل، تكلم قل شيء يعني يفهمه العقلاء. الذهبي صحح الحديث، قال على شرط البخاري ومسلم، مرة أخرى للذي يلتحق بنا اليوم. الذهبي قال الحديث هذا الذي يعني أخرجه الشيخ الأمس أو أول أمس أنه على شرط البخاري ومسلم صحيح. جاء عبد الرحمن متصل أمس قال اخترق قاعدة جديدة، قال هو على شرط البخاري ومسلم صحيح، على شرط البخاري ومسلم ولكنه ليس بصحيح. محمود الأزهري اليوم يكرر نفس كلام عبد الرحمن ويقول
نعم قال الذهبي صحيح على شرط البخاري ومسلم ولكنه ضعيف ولا يصح. لا أعرف وقال أنه عوار. إذا يعني لم نقل بأنه لم نأخذ بقواعدهم هذه الجديدة التي تخالف حتى الذهبي وغيره فهذا عوار وتحريف ولا أعلم ما الذي يريد أن يصل إليه محمود. محمود تكلم قل كلاما يفهمه العقلاء ولا تعتقد بكلامك هذا أنك ستهرب إلى الأمام أو إلى الخلف. نحن معك اليوم إلى أن تقول شيئا مفيدا. لو أردتم الكلام في رواية عن عمرو بن العاص ما أنا على استعداد أتكلم فيها. لو أردتم الكلام في رواية تفضل. نعم تفضل محمود لك المجال تفضل في هذه الأحاديث. نعم تفضل. طيب في رواية عن عمرو بن العاص الأمر تبين ويكفي. ما الذي تبين؟ ما الذي تبين؟ تبين ماذا؟ عمي أصبر عمي يا الله أي أمر تبين؟ تتكلم عن الماضي. ماذا تبين؟ هل تقصد سيتبين؟ فبين. تقول تبين لم يتبين شيء. يعني أنت لم تقل شيئا أصلا. طيب ممكن أتكلم. طيب أنا أعطيك المجال. لا لماذا تكرر الكلام محمود؟ لا تضيع الوقت المتصلين. أنا أسأل شيخي الآن هل أعمش كان فيه تشيع أم لا؟ تفضل. الله أكبر. أنت أفهم من الذهبي في تصحيحي للحديث؟ إذن شكرا محمود يمكن أن تستبقيه. لا بس إذن الشيخ يريد أن يستبقيه بعد كرم منكم يعني كبير جدا صراحة وفضل منكم. إذا كان باقي محمود فهو مع الشيخ صراحة. هذا محمود يعني غريب مرة تشيء مرة لا يصح مرة. نعم ومحمود موجود الشيخ معكم إن شاء الله. تفضلوا شيخ. الشيء الوحيد الذي وافق به الأخ محمود أن ها هنا اعتوارا في المحاضرة. أنت فين علي؟ أنا عايز أتكلم معاه. طيب نعم حاضرين وأنا أتكلم معاك على عيني. أفع عليك بس اصبر علينا شوية. الشيء الوحيد الذي يوافقك فيه أن ها هنا اعتوارا فعلا. لا أسميها مناظرة طبعا لأنني صراحة يعني مع احترامي لشخصك لكن لا أعرفك يعني فلذلك كيف لي أن أناظر من لا أعرف وإنما أنت متداخل تحاورنا ونحاورك إن شاء الله ومثل ما قلنا نتعلم بعضنا لا بأس إن شاء الله. لو عرفت نعم لو يعني حضرتك عرفت نفسك لنا أكثر لربما حين ذاك تكون مستأهلا إن شاء الله للشروط التي قررناها وحينئذ نتناظر فلا مانع إن شاء الله في ذلك. لكن هذا الاعتبار يا أخانا الكريم إذا سمحت لنا أنت من تتحمل مسؤوليته لأنه من الواضح أن الجلسة ليست معقودة لمناقشة قضية الإفك. هذا واضح وإنما كانت هذه كلمة هامشية عابرة مني بناء على تعليق أو سؤال وجه للأخ المقدم في هذه الجلسة فهذا ليس محط النقاش. وما أيسر أن يبعثر الإنسان الأوراق ويشتت المواضيع بأن يتعلق بكلمة هامشية عابرة قالها متحدث ما في جلسة علمية ما ويريد أن يفرد لها الوقت والمساحة حتى تغطي على أصل انعقاد الجلسة وموضوعها. هذا صراحة ما كنا نرغب بأن يصدر منك. هذا الأمر الأول. ثم بعد ذلك دخلت برنامج آخر. طيب لا بس. لا هذه مقدمة قناة أي سنة نرد فيها بإذن الله عليكم في كل ما شاء الله. ليش ما تخلي أمه لا تحزني؟ خلي. طيب يا محمود فهذا الأمر الأول. ومع ذلك هذه النقطة التي تفضلت بها يعني نقطة الإفك وقولنا فيها وما طالبتنا به إن شاء الله نحن نتناقش فيه إن شئت يعني لا مانع لدينا لكن كان الغرض وكان الأخ المقدم إنما يحتاج منك أن تجيب على السؤال الذي انعقدت له هذه الجلسة
فما كان الأمر بحاجة منك إلى أن تشرق أو تغرب أو أن تبعثر الأوراق أو حتى أن تستدعي نقاطا ذكرت في الجلسات الماضية؟ كان لك أن بمنتهى الأدب والإنصاف تقول عندي تعليق على تلك النقاط، متى تخصصون لي وقتا لطرحها في المستقبل مثلا؟ أما سؤالكم المعقود لهذه الجلسة فأنا أجيب عنه بالتالي. أنت مع الأسف لم تفعل ذلك، أضعت وقتنا، أضعت وقت المشاهدين مع الأسف بهذه البعثرة وبهذا الذي سميته اعتوارا تتحمل مسؤوليته أنت بالدرجة الأولى. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لفتني في كلامك شيء لما قلت بأنه الذهبي بالنتيجة عالم لا يلزمني أن أخذ بتصحيحاته، وإلا يلزمك أن تأخذ بتصحيحات فلان ممن ذكرت الذي تزعمون أنه قائل بتحريف القرآن عياذا بالله. هنالك يا أخي قياس مع الفارق هذا، ما هو؟ أولا، هل تعرف نفسك على أنك مجتهد أم مقلد؟ يعني هل أنت مجتهد في الحديث، مجتهد في المصطلح، مجتهد في الجرح والتعديل مثلا، حتى تقول أنا لا يلزمني تصحيح الذهبي وإنما لي اجتهادي الخاص في ذلك؟ عرف نفسك، قل أنا مجتهد لهذه الأهلية، شهد لي من شهد من العلماء والأكابر في ذلك، حتى يمكن أن يوزن قولك مع قول الذهبي. أما وإنك، ولا أحسبك تتعدى هذا الطور بطبيعة الحال ولا تدعيه، أما وإنك مجرد مقلد فيلزمك قول الذهبي، إلا أن يبتلى بمعارض فعليك أن تبرز لنا ذلك المعارض الذي تقلده في تضعيف هذا الحديث. هكذا يكون النقاش السليم. أما الإنسان هكذا جزافا وببساطة، منتهى البساطة، أخونا فلان، شنو اسم الأخ عبد الرحمن، اتصل وبين ذلك والحمد لله لم يصح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. ما يصير، هذه فوضى، هذا ليس علما وليس إنصافا وليس تحقيقا، وإلا خلص تنتهي القضية، خلص تنتهي، أنه أي شيء نسأل عنه أقول لا يلزمني هذا ولا يلزمني ذاك. إما أن تكون مجتهداً وإما أن تكون مقلداً. أنا لا يلزمني، أنا الآن لست في معرض طبعاً أن عياذاً بالله أزكي نفسي، لكنني في هذه الموارد مجتهد وشهد لي بالاجتهاد، وأستطيع أن أبين نظري في هذه المسائل، أو لا أقل أطرح قول علماء آخرين مجتهدين أقول إني أوافقهم فيما ذهبوا إليه. هكذا يكون النقاش. أما أنك تأتي هكذا تتعلل بالأعاليل وتحاول أن ترخص نفسك، يعني تسترخص من هذا الإلزام الذي جاء به مثل الذهبي وآخرون ممن ذكرنا، وتقول لا هذا لا يصح لمكان عنعنة الأعمش مثلا بهذه البساطة، هذا لا يكون منك إنصافا يا أخي، يعني أرجو أن تكون متثبتا. ثم هنالك شيء طريف جدا، طالبتنا بسند ولو مكذوب، تقول فيه أن مارية عليها السلام هي المبرأة من فوق سبع سماوات في آيات سورة النور وقضية الإفك. طيب يا أخي، هل أنت يعني منتبه لهذا القول؟ وتقول أني مستعد لأن أتشيع في هذه اللحظة، ما أيسرها والله، يعني اكتب عندك يصير سهل الآن عندك، حدثني أبو محمد، اكتب عندك سند سحب ممكن جدا، أو قلت والله وأقسمت على أنك تتشيع. جميل يذكر لي، تتشيع، لا الآن تتشيع، في البداية كنت تقسم، الآن صار ممكن جدا. ماذا تقول؟ أنا الذي حدثك، اذكر اسم الكتاب. إيه لا بس رح أذكر لك يا أخي، أنت تقول أنت سبحان الله غير، بس الآن تقسم أنك ستتشيع. نعم خلاص اكتب عندك، اكتب حدثني أبو محمد، اكتب أبو محمد. نعم
عن الحداد. عن الحداد تفضل. عن أبي إيليا العزاوي. أبي إيليا العزاوي تمام. نعم. عن أبي جعفر. عن أبي جعفر. قال. قال. إنما أنزل الله براءة ماريا في كتابه. جميل. أين هذه الرواية؟ مو أنت جاي تقول سند مكذوب؟ تقول أتحداك ولو بسند مكذوب وأنا سأتشيع. يلا. أنا أتذكر كلامي جيدا. والله لعبنا بكم طوبة. وبالمناسبة أبو جعفر هذا تعرفه؟ إنه أبو جعفر الزواوي مؤمن الإخراج. وجود فوق. كلهم ثقات شعبة. كلهم ثقات. محمود محمود تأدب في كلامك. تأدب في كلامك. لا نتكلم. لا تقول يهرج. إنك إنما أنت الذي قلت مكذوب. قلت فلسأتي لي بسندي المكذوب. الشيخ الحبيب رد عليك يعني. فقط لا غير. أقبل والله أنا عند كلامي إلى الآن. كيف لم تقبل إذن؟ شوف يا أخي أنت عليك أن تعترف يعني. لا تأخذك العزة بالإثم. رجاءً اعترف بالحق والإنصاف. يعني أنت قلت أتحداك، مع أننا قلنا سابقا وحذرناكم رجاء ابتعدوا عن لغة أتحداك وكذا، هذا تهريج أطفال. ومع ذلك رغم التحذير كررته وقلت أتحداك ولو بسند مكذوب. يا أخي إذا كان الأمر هكذا أنه بالسند المكذوب تتشيع، فما أيسر أن يكون الذي تناظره يضع لك سندا مكذوبا ويلزمك إثر ذلك أن تتشيع. عليك أن تتأسف، تقول آسف خانني التعبير مثلا، وإنما قصدت سندا ضعيفا مثلا، سندا واردا ضعيفا مثلا، لا سندا مكذوبا. لأنه إذا كان سندا مكذوبا ما أيسر أن يكذب المرء في السند ويضعه ويختلقه. فثمن كلامك قبل أن تتكلم حتى لا يسخر منك. صحيح أحسنت. ما أيسر أن يكذب الإنسان ويختلق مكذوب. لكن أنا عند كلامي إلى الآن لو تسمعوني الصوت يا رب يكون. نعم أنا سأجيب إن شاء الله عن هذه المسألة. وقلت لك أخيرا أنت أضعت هذه الجلسة وعلى الرحب والسعة أناقشك في هذه المسألة، وهي أنه هل نطق الأئمة الأطهار عليهم السلام ببراءة ماريا أم لا. أنا مستعد في ذلك، ليست لدي مشكلة، ولكن فقط أردت أن أنبهك إلى أخطائك في اللفظ، أخطائك العلمية، أنه لا يصح للإنسان يستعمل مثل هذه اللغة التحاملية ولغة نبرة يعني التحدي والمخاصمة إلى هذا الحد، وأنا سأتشيع إذا كان كذا. يعني عليك أن تبتعد عن هذه اللغة صراحة، هذه لغة تهريج لا لغة علم وتعلم. ممكن أتكلم بعد إذنك؟ تكلم. ممكن اسمحوا لي بس دقيقة واحدة رجاء أتكلم دقيقة واحدة. طيب الشيخ حرف كلامي الآن وقال أنا سأتيك هل تكلم أهل البيت عن براءة ماريا؟ ما أتكلم عن هذا، أنا ليس عن هذا أتكلم. أنا أقول سند إلى معصوم ولو السند مكذوب من صاحب كتاب. أنا عند كلامي إلى الآن من صاحب كتاب. أنت لست صاحب كتاب حديث يا أستاذ، هذا هو المقصود بالكلام. خلاص من صاحب كتاب إلى معصوم بسند متصل إلى معصوم، مش ألف لي سند الآن من خمس رجال إلى معصوم، هذا كذب مفضوح. الأمر الثاني طبعا التحدي واضح تمام، مش تحرف الكلام وتقول هل أهل البيت تكلموا عن براءة ماريا. طبعا براءة ماريا واضحة جدا في عند سنة الشيعة. الأمر الثاني التزامي بكلام الذهبي. نعم أنا ألتزم، لكنك لم تفهم كلام الذهبي أصلا. السؤال هل عندما يقول الذهبي على شرط الشيخين هل هذا تصحيح للحديث؟ تفضل. أجب شيخنا. كأنه أتذكر أن الذهبي قال صحيح على شرط الشيخين.
صحيح على شرط البخاري ومسلم. ممتاز. صحيح على شرط البخاري ومسلم. هل هذا تصحيح للحديث؟ طبعا. نعم هو تصحيح للحديث في نظر الذهبي. طيب أنا أجيب. ممكن أجيب؟ نعم أجيب. ممكن؟ نعم بدون ضحك تفضل. ولكن لاحظ مسألة، أنت عبرت الآن عن مسألة مارية وقضية الإفك. القفز. لاحظت؟ نرجع إلى موضوع. نعم يمكننا أن نرجع إن شاء الله تعالى، ولكن الآن هل أعجبك هذا الذي أحدثته؟ يعني أن تجعل هنالك كل ملف مفتوحا هكذا فقط. هذا إنصاف منك بالله عليك؟ يعني الآن نناقش ماذا؟ سؤال، هل نناقش الآن أمر الإفك ومارية عليها السلام؟ أم نناقش لعن عائشة لعمر بن العاص؟ أم نناقش موضوع هذه الجلسة أصلا؟ لماذا تركت الأمور هكذا مبعثرة يعني وأضعت علينا وقتنا؟ أما كان يسعك منذ البداية كما نبهتك وطلبت منك أن تتخلق بهذه الأخلاق وأن تقول لي تعليقات على هذه المواضيع وأطلب فتحها فيحدد لها وقتها وجلستها، كان صعبا عليك أن تفعل ذلك مثلا؟ ممكن أتكلم؟ نحن شارفنا الآن على نهاية الجلسة ومع الأسف فعلت ذلك، والاتصالات أيضا تنتظرنا. لماذا يعني فعلت ذلك؟ مع الأسف الشديد أنا سبرت رأيك في علم الحديث وعرفت وعرفت مبلغ علمك في علم الحديث، فلذلك دخلت لك وأتكلم معك في أي شيء أنت تتكلم فيه، ما عندي أي إشكال. نعم أنا لا مانع لدي تعلم، أنا لا مانع لدي في أن تكلمني في كل ما نطقت به، ولكن ألا يكون ذلك بترتيب؟ هكذا بالفوضى؟ أنت من البداية فوضى؟ هذا فعلك أنت من البداية. لماذا لا تستقرون على موضوع واحد؟ الله أكبر محمود، نحن من البداية نستقر على موضوع واحد. شيخنا فقط نقطة نظام هنا محمود، من البداية الكل يشهد، حتى أنصارك إذا كان عندك أنصار، حتى الذين يعجبهم قولك، من البداية حاولت جهدي يعني دقائق عديدة وأنا أحاول أن أرجعك إلى الموضوع المعروف الذي يعرفه الجميع، ولكنك شئت إلا أن تدخلنا في مواضيع أخرى، ثم تركنا لك المجال. تفضل الشيخ الحبيب أراد أن يتكلم معك في النقطة التي أصرت عليها، فعندما الشيخ أثبت بعض عوارك في النقطة التي يعني بدأت تدخل فيها، فإذا بك تقفز إلى النقطة الأولى التي كانت هي موضوع النقاش. يعني محمود لماذا أنت تتصرف هكذا؟ محمود أقول لك فقط شيء، دعنا نتوقف هنا. محمود أرجوك محمود فقط اسمعني. محمود ثواني أرجوك اسمعني قليلا، فقط أنا أريد أن أوضح لك نقطة مهمة. لعلي أنا كنت سلفيا قبل أن تكون أنت سلفي، فقط حتى تعرف هذا الأمر. أنا كنت سلفيا منذ أن كان عمري 15 سنة قبل أن أبلغ حتى، وأسكن الآن منزلي في الدار البيضاء، الطابق الأول مكتوب فيه كتاب القرآن الإمام مالك، والشارع الذي قربنا سمي بسبب تسميتنا هذا الكتاب. فلا تزايدوا علينا في حبنا للإسلام وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله. أنت عندما تدخل وتناقشنا، أنا لماذا قلت هذه المقدمة؟ أنت عندما تدخل وتناقشنا تحسبنا أننا نريد أن نتقول شيئا، نريد أن نخترع شيئا. نحن اكتشفنا الإسلام المحمدي الأصيل، نريد لك الخير. حتى أنت يا محمود عندما دخلت اليوم لم تقل لا السلام عليكم ولا وعليكم السلام. أنا أعرف أنك تعتبرنا كفارا، تعتبرنا لا نستحق كلمة السلام، ثم تذهب وتقطع هذه المقاطع وتنشرها في اليوتيوب وتبتر منها ما تبتر وتعنونها بالذي تريد أن تعنون. فمحمود أريد منك شيئا واحدا، وهذا الكلام لك ولغيرك، لكل من يشابهك. هذه القناة قناة فدك أبدا لم تقل مرة من المرات أرادت العداوة للبكرية لأتباع عائشة. عداوتنا مع من عاد محمدا وآل محمد عليهم السلام، عداوتنا مع عائشة لأننا نعتقد وعندنا اعتقادات،
هذه الاعتقادات عندنا أدلة، عندنا اعتقادات نعتقد بها أمام الله سبحانه وتعالى، ونعتقد أنها هي طريقنا إلى الجنة إن شاء الله. أن هذه الاعتقادات في عائشة هي الاعتقادات الحق، وهي الاعتقادات التي ستبين للمسلمين ما خفي عنهم من الإسلام المحمدي، من الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وآله. فأنت يا محمود عندما تتصل بنا فلتكن هنا في قلبك، هذا القلب فليكن أبيضا، فلتقل قبل أن تتصل: اللهم بين للحق، اللهم اهدني، اللهم ثبتني، اللهم إن كانوا هم ضالون فاهدهم. ثم اتصل بنا وكن هادئا، تريد لنا الخير لا تريد التهريج، اتصل وأنت تريد لنا الخير كما نحن نريد لك الخير. تفضل محمود، آخر كلمة عندك لأنه سأذهب إلى اتصالات أخرى. طيب ما بأس. أما قول الشيخ أن كلام الذهبي صحيح على شرط الشيخين فهذا لا أقول جهل، إنما عدم علم بعلم الحديث. علم الحديث كيف ذلك؟ هناك شروط في السند شروط كيف في ذلك؟ بيّن. لا يمكن أن نقلدك أنت فيما تقول، بيّن كيف ذلك؟ يعرف لي الشيخ تعريف علم الحديث، لو الحديث الصحيح البينة على من ادعى. محمود نحن توقفنا، قلنا الذهبي صحيح على شرط الشيخين، أنت تقول كلام الذهبي صحيح على شرط الشيخين غير كافي غير تام في إثبات أن الدليل، أن هذا الدليل الذي قدمتموه صحيح. بين لنا كيف ذلك، أنت البينة على من ادعى، أنت الذي ادعيت، تفضل. طيب أتكلم، حاضر أنا يعني مضطر. لماذا أنت مضطر؟ أنت مضطر لأنك ادعيت شيئا، فأنت من اللزام عليك أن تأتي بالدليل. حاضر أنا مضطر أن أتكلم كما تريدون لأنكم تغلقون الصوت علي فقط. المهم ليس هناك أي إغلاق للصوت والناس تسمع محمود، حتى أنفاسك نسمعها. طيب عند السنة والشيعة تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العادل الضابط عن مثله. هل الذهبي خفي عنه ما الذي ستقوله اليوم؟ ممكن أكمل كلامي ولا؟ لأنك محمود أنت والله العلي العظيم أنت اليوم دخلت لتضييع الوقت، قلت فإذا لم أنجح فلأضيع وقتهم. محمود الذهبي يقول صحيح، ما هو جوابك؟ ممكن أكمل الجواب؟ أكمل آخر إن شاء الله مداخلة، يلا تفضل محمود. رجاء تحمل الأمر يسير. أنت الذي يجب عليك أن تتحمل الحق، عندما تجد أنك وصلت إلى طريق يؤدي فقط إلى أن تنتقص من عائشة، فقل إيمانا بالحق، إيمانا بالعقل، إيمانا بالله أن عائشة الآن سقطت، أنها زنديقة لأنها لعنت أحدا من الصحابة، سهلة جدا، تفضل. لماذا تريد الاستفزاز؟ اصبر علي أنا أجيب بالعلم. أنت الذي تريد الاستفزاز. طب اسكت شوية خلينا نتكلم. تفضل محمود، تفضل. الله أكبر. طيب إذا شروط الحديث الصحيح عند الجميع 5 شروط. عندما يقول المحدث أن هذا صحيح على شرط كذا، إذا هو يتكلم عن الإسناد، وصحة الإسناد لا تعني صحة المتن. هناك شروط. أحسنت. اسمعني. إذا المشكلة في المتن ليست في الإسناد. اسمعني يا رجال. لا. شوف. أسلوب المقاطعة بالطريقة. أنتم تريدون التعمية وتريدون قصد، تريدون التعمية على العوام فقط. ما شاء الله. تفضل محمود. الأسلوب لا يصح. يعني أنا الآن لو أتيت لك تفضل أكمل. رسولي ليس للأصبغ ابن نباتة الذي هو ثقة عندك. لا أكمل. لعن رسولي ليس الله يسلم. لو أتيتك بلعن محمود أكمل. محمود أرجوك والله العلي العظيم بقيت دقائق قليلة. أكمل محمود. أعطيناك أكثر من وقتك. علي بن أبي طالب بهيمة من كتبك لن تقبل. اسمعني. نسمعك محمود. نسمعك وقد سمعناك ولكن نسمعك أكثر من الوقت اللازم. تفضل محمود. أكمل. يبقى أنا محمود الآن أعطيك المجال وأنت ترجع تتكلم. محمود لا يعني لا تضيع وقتنا أرجوك. أكمل. لا إله إلا الله، أنت الذي تضيع الوقت. محمود أكمل. إذا
إذا بينت جهله في مسألة أن الحديث إذا قال المحدث أنه صحيح على شرط كذا، أن المحدث يصحح المتن والسند، هذا كلام باطل، لأن المحدث إذا قال صحيح على شرط كذا إذا هو يقصد الإسناد أنه صحيح، ولا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن باتفاق. الأمر الثاني قلنا إنه الأعمش، سألته الآن ما أجاب؟ قلت له الأعمش، الأعمش فيه تشيع أم لا؟ ما أجابني. إذن محمود، أولا أنت الآن تعترف أمام الجميع أن عند قول الذهبي أنه يقول صحيح على شرط البخاري ومسلم، فهو يقصد أنه صحيح الإسناد عند البخاري ومسلم. إذن الآن يكون كلامك حول المتن، تفضل، ما الذي عندك حول المتن؟ ما الذي عندك حول المتن؟ أن الذهبي تكلم في التلخيص وهو شاب صغير قبل 15 عام. الآن هربة أخرى. الآن الذهبي، شوف الآن، شوف أنا أسجل يعني كلماتك مليون كلمة، كل واحدة لا تشبه الأخرى، وكل مرة تبرز شيئا جديدا وتنساه وتبرز شيئا آخر. إذن محمود يعني أشكرك جزيل الشكر، لم يتبقى صراحة الظاهر، فعلا وصلنا إلى آخر الوقت للأسف شيخ. أنا كان عندي يعني كثير من المتشيعين أيضا، ولكن لن يتسنى لنا الوقت الظاهر. شيخنا بكل وضوح يقول، عندما يقول يعني عندهم في قواعدهم، أتصور كأنكم توافقونهم على هذا، أو يعني أنه إذا صح الإسناد أو إذا قال صحيح فهو صحيح الإسناد، إذن يتوجه الكلام إلى المتن الآن، ثم هو بمجرد أن يقول هذه القاعدة ويؤمن بها ويثبتها، ثم مرة أخرى يرجع ويريد أن يناقش في الإسناد عن طريق الأعمش. هو نفسه لا يعرف ما الذي هو بصدد قوله. نعم، يعني مع الأسف أنه هذا نموذج واضح لما عليه بقايا أبناء عائشة من السقوط العلمي والتدني المعرفي، مضافا إلى اختلال في الذهنية والعقل وابتعاد عن الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المحاور أو المناظر، سمى نفسه مناظرا أيضا فرفع رتبته إلى عليين، ونحن حتى الآن لا نعرفه. وسبحان الله، يعني هذه الإطلاقات يعني ومحاولات تثبيت الانتصارات الوهمية الدونكوشيتوية، يعني دونكيشوت هذا الذي كان يقاتل في الهواء مع سيف خشبي يعني. فهكذا يعني يقول خلاص أثبتنا جهله، خلاص على طول انتهى الموضوع، أثبتنا جهله. كيف؟ شلون أثبت جهلي يا ابن الحلال؟ قال بأنه إذا المحدث قال صحيح، صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط البخاري ومسلم، فليس يعني ذلك صحة المتن، هذا صحة السند. سبحان الله، شارب حاجة؟ استغفر الله، استغفر الله ربي وأتوب إليه. نصلي تراويح؟ نصلي تراويح مثل اللي شارب حاجة إلى أن ينجن شوية. هل كان كلامنا إلا في السند؟ نعم، سبحان الله، إنما كان كلامنا في السند لا في سواه. وحتى تدعي أن الذهبي أو غيره لما يقولون هذا حديث صحيح فهم لا يلتزمون بمتنه، لابد أن تأتي بكلام منهم، مثلا أن يقول صحيح الإسناد لكنه منكر، منكر المتن مثلا، متنه منكر. هل قال الذهبي ذلك؟ هل قال غيره ذلك؟ محمود قال ذلك، والدليل شنو؟ ألولو منو اللي قبله اتصل، عرفت شلون؟ بين عنعنة الأعمش وكذا، لا ذاك لا الأول فاهم أن عنعنة الأعمش هنا لا تضر، ولا الثاني فاهم، والكل ما فاهم، ما حد عارف. وبعدين أخذ بمخرج جديد،
لا الذهبي لما ألف هذا الكتاب كتاب التلخيص على المستدرك كان بعد زعطوط كان بعده إلى الآن كان كتكوت صغير والله ما عرفنا لك. شوف هاي مشكلة البكري الذي يكون متعنتا لا يريد الحق تأتي من هذا الجانب تلتزم بالشيخين يعطيك جانب آخر لكن فلان قال كذا تأتي من ذلك الجانب لا كان فلان ذلك الوقت زعطوط تأتي من كذا كان لا هذا فلان لم يصححه إلا بكذا لعبة لعب عيال يلف ويدور لأنه لا يريد أن يسلم. عجبا لما تأتي النوبة إلى ما يعجبهم يقبلون الذهبي وأبو الذهبي وأم الذهبي وابن خالة الذهبي وابن عمة الذهبي والفضي أيضا والبرونزي أيضا الكل يقبلوا. مثلا المستدرك مستدرك الحاكم صحح حديث الطير الذي فيه إثبات أن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق عند الله تعالى بعد نبيه صلى الله عليه وآله لأن النبي دعا لما وضع له هذا الطائر قال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. صحيح؟ القصة معروفة. الذهبي أنكر هذا الحديث وطعن عليه في تلخيصه. فلما يأتيك محمود ولا غير محمود أسا محمود من هو لا نعلم لا نعلم أي واحد من هؤلاء مع الأسف المتعنتين يأتونك لما تبرز لهم تصحيح الحاكم مثلا لهذا الحديث يقولون لكن الذهبي قال كذا في التلخيص. عجيب. باء تضعيف الذهبي تجر وباء هم مش كبرها هل كبرها لا يقولون كان ذاك الوقت بعد بتشا صغير ولا يقولون أنه ما أدري كان لا يعني المتن ولا يعني الكذا الألاعيب لا يلعبونها هنا. لماذا؟ لأن هذا الحديث في الالتزام به إثبات لحجة الشيعة فيقولون ضعفه خلاص انتهى وخلاص يلتزمون بكلام الذهبي. أما حين يقول الذهبي هذا حديث صحيح فتنقلب الآية لا نلتزم بكلام الذهبي. إذن لماذا التزمت بكلام الذهبي هنا في التضعيف؟ لماذا لما يروق لك الأمر تلتزم بكلام الذهبي ولما لا يروق لك الأمر لا تلتزم بكلامه؟ لما يروق لك الأمر تلتزم بكلام الألباني لكن لما لا يروق لك الأمر ترد كلام الألباني وتقول الأرناؤوط قال كذا. هذه هي اللعبة إخواني. الأمر واضح. هذا الصنف من أهل الخلاف متعنتون جاحدون لا يريدون قبول الحق وليس همه إلا أن يأتي كما رأيتم بهذه البهلوانيات. هذه محاولات تسجيل النقاط. أتحداك يأخذ كلمة عابرة يلتقطها من هنا على هامش الجلسة أصلا ليست موضوعنا ويصرف من جلستنا نصف ساعة يلوك بها ظنا أنه جاء بطائل. أي طائل جئت به؟ من قال أنني لست مستعدا لأن أناقشك في ذلك وآتيك بما عن أئمتنا عليهم السلام في ذلك؟ لكن من الواضح أنك لن تقبله. من الواضح أنت حتى لا تحسن وأن تتكلم تقول ائتني حتى ولو بسند مكذوب تقول وسأتشيع. بالله عليك هذا كلام منصف؟ ائتني بسند مكذوب؟ إنسان بالفعل يطلب الحق والحقيقة يخاف الله تعالى في هذا الشهر؟ أنت خلص عندك قبليات معينة يعني عندك أشياء في قبلا ملتزم بها هذه القبليات أنت ملتزم بها لا تريد أن تتخلى عنها أنت متمسك عنها عنز ولو طارت فما فائدة النقاش معك إذن؟ أضعت الجلسة وقلت لك والغريب هذا لما نبهت أكثر من مرة قلت يعني ألم يكن الأجدر بك أن تطلب الاستئذان لمناقشة هذه النقاط فنخصص لها وقتا خاصا؟ ما يعجبك إلا أن تبعثر الأمور هكذا والأسلوب القردي هذا أنه تقفز من شجرة إلى شجرة.
حتى تضيع علينا الوقت وتقلب الأمور. سبحان الله فورا هو قلب الكلام قال أنتم الذين تضيعون، أنتم ما أدري ضيعتم المواضيع وأنتم تقفزون من موضوع إلى موضوع، ما تعرف ماذا تفعل مع هؤلاء القوم. أنا أترك هذا كله وأرجو أنه هذه بتمامها هذه الجلسة الكل يلاحظها جيدا، هي موثقة، الإخوة دائما كل الجلسات يوثقونها يجعلونها على الشبكة العنكبوتية هذه. أنا أجعل الحكم للمنصفين في هذا الذي رأوا اليوم أو هذه الليلة. المنصفون أخاطب المنصفين من أهل الخلاف، لا أخاطب المنصفين من الشيعة. أنتم احكموا بأنفسكم، قارنوا بين هذا المنطق، بين منطقنا ومنطق أمثال هذا مع الأسف الشديد. طبعا أنا لا أظلم كل أهل الخلاف عياذا بالله، يعني لا أعمم، لا أقول إن كلهم على مثل هذه السجية وعلى مثل هذه يعني على مثل هذه الأخلاق. فيهم أناس إن شاء الله نتوسم فيهم الإنصاف والاحترام والترتيب، بحيث أنه الإنسان ينتقل من نقطة إلى نقطة بشكل مرتب وبشكل سليم. لعل بعضهم كان مثل الأخ الذي اتصل من فلسطين، الأخ الذي اتصل من الحجاز في هذه الليالي، نتوسم فيهم الخير. أنا أطلب من هؤلاء أن يحكموا على هذا وأمثاله، أطلب من المنصفين حتى يعلموه، حتى يعلمونه أنه أنت بهذه الطريقة تخجلنا وتخزينا، تقدم نموذجا سيئا عنا بهذه الطريقة. شكرا جزيلا شيخنا. طبعا توصلت الآن برسالة نصية من الأخ فائز الجبوري مذيع برنامج ميكروفون مصر الظاهر يعرفه، فقال لي، أنا صراحة لم أكن أعرف هذا الكلام، قال لي مرة بعد أن أفهمته، قال أن أولا هو يدلس كثيرا ولا يعترف بذلك، وقال لي مرة بعد أن أفهمته قلت له تشيع، قال لي أصير يهودي ولا أتشيع. إذن يعني هو هذا المنطق. مكابر جاحد يعني هكذا يعني. فإذن ما الفائدة من نقاش أمثال هؤلاء؟ صراحة إخواني يعني حتى في الكنترول هذه الأرقام أو الأرقام التي كانت في بداية الجلسة، نحن دائما نقول هذا الكلام، هذه الأرقام للمنصفين، للمنصفين ممن يريدون، أو المنصفين حتى إذا لم يكن منصفا، ولكن أقصد منصف في طرحه، يعني عندما يكتشف خطأ يعدل عنه، عندما يكتشف الحق أين هو يذهب إليه. أما أن ندور في حلقات مفرغة فالبرنامج أولا وقته الآن أصلا يعني تعدينا الوقت، ولم نستفد من أي فائدة علمية. وأيضا حتى في اليوتيوب يلوموننا الإخوة المشاهدون، يقول لنا لماذا أنتم فاتحين باب الاتصالات، والآن هل هذا صحيح أن يكون فقط هناك اتصال واحد طغى على كل الجلسة؟ طبعا هذا غير صحيح، بالأخص إذا لم تكن هنالك فائدة علمية مرجوة. طبعا إن شاء الله الفائدة موجودة كما قال الشيخ الحبيب، لمن يطالع على الأقل من باب أنه يرى من الذي يريد أن يصل إلى مكمن الحق، ومن الذي يريد فقط أن يقفز من هنا إلى هناك لتضيع الحقيقة وسط السطور. شيخنا هذا للأسف يعني الظاهر أنه سنستمر على نفس هذا الموضوع، أليس كذا؟ نعم، هذه الليلة الرابعة لعله، وإلى الآن لم أبرز الدليل الذي معي. نعم. يعني للأسف. ضيعوا علي ورقتي البحثية مع الأسف. أما فيكم رشيد يعني؟ نعم. إذن نتمنى إن شاء الله أن تستكمل هذه أو هذا الموضوع أو هذه النقطة حول، وإلا ترى نغلق الباب. نعم. بعد ذلك لا يلوموننا حتى يعني تكملوا. نعم. نعم نغلق الباب ونطرح الورقة البحثية كما كان الأمر سابقا، كما كان الأمر سابقا. المشكلة أنه البعض هكذا يقول أنه يعني كانوا يعني كثيرا ما يطالبوننا أن نعطي فسحة أكثر للمداخلات للمناقشات ومشاكل، وها نحن فعلنا وفينا بذلك، يعني تعهدنا للإخوة أو يعني وعدناهم بذلك وها نحن وفينا، بس لا أقل أن يأتي الذين يشاركون يكونون رجالا محترمين، يعني يتأدب ويعرف أنه لا بد من تقدير الوقت وتقدير أنه ما هو موضوع الجلسة. لا أحب أنا التشتيت، وأنا مستمع جيد بالمناسبة، أنتم تلاحظون علي أنني أستمع تماما للشخص، وربما يطيل أحيانا ولا أتدخل إطلاقا. لما تأتي نوبتي وأتكلم لازم يعني هو يعني الدودة تشتغل، يعني
لازم على طول لازم يعني يقاطع ويتداخل وكذا، وأخيرا نشوف أنه ما وصلنا إلى نتيجة. لكن مع ذلك كله كما أقول هذا يظهر التفاوت فيما بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. خلي الناس تشوف من هو الذي عليه سماء العلم حقا والإنصاف ويتوخى الحقيقة ويطلبها، ومن هو الذي دخل على الأسلوب البهلواني والتهريجي وأسلوب تسجيل النقاط، ويعني هذه المدافعات اللي لا تجدها إلا في الاتجاه المعاكس. يعني هنا ليس اتجاه معاكس. شيخ أنا فقط يعني من كلامكم عذرا، ظهر أيضا هذا السبب في يعني هؤلاء يعني أو يعني مثل محمود أو غيره، يعني نراهم أكثر الظاهر أنه لأنه في العصر الأخير أو الآونة الأخيرة، انظروا حتى هو سماها مناظرة بسرعة، افترض أنها مناظرة. واضح الظاهر، لأنه عندما تذهب إلى اليوتيوب الظاهر هو هذا، أصبح هذه الطريقة التيكتوكية حتى فيما يسمى علم. سبحان يعني الله، أصبح يعني ليس هنالك مجال للعلم والعلماء، إنما للبهلوانيات، سواء في من يعني يمثل الجانب يعني البكري، أو صراحة أحيانا حتى بعض الجوانب التي تعتبر محسوبة على الشيعة أحيانا تجدها أيضا تنتهج البهلوانية. نعم، حذاري حذاري، هذا أنا أنصح الإخوة الشيعة خاصة هؤلاء الذين مثلا يتناظرون ويتحاورون مع الأطراف الأخرى، إياكم أن تسلكوا مسالكهم الرخيصة هذه، ويكون الغرض من يعني هذه المحاورات أو المناظرات سميها ما شئت هو هذا الأسلوب التهريجي، هذا أسلوب البهلواني، أسلوب الشو هذا فقط. إياكم، نحن طلاب علم، طلاب معرفة، طلاب حق وحقيقة، ليس أسلوبنا أن ننزل إلى مستوياتهم الرخيصة هذه. هذا الأسلوب إذا لجأتم إليه سيرتد عليكم. أنتم لاحظوا الآن هؤلاء المخالفون، طيب صار لهم الآن منذ بداية عصر الفضائيات هذه يعني قرابة أكثر من 12 سنة 13 سنة بدأوا بهذه، يعني أو ربما أكثر، بدأوا مع هذه القناة اللي الآن صارت يعني تعيش حالة الإنعاش والاحتضار المستقلة، بدأوها بهذه على أساس مناظرون وكذا، لكنهم أخطأوا الطريق بهذه الهمجية وبهذه بهذه الفوضى والبهلوانيات والكذا. لاحظتم كيف ارتد الأمر عليهم وخرج الناس من دينهم أفواجا ودخلوا في دين الله أفواجا؟ يعني ما نفعهم شيء من هذه كل هذه الزعيق هذا والمناظرات والمادري والكذا والبهلوانيات وإلى آخره، قنواتهم وأفاعيلهم والحوار المدري كذا إلى آخره. ليش؟ لأن الإنسان الذي له شيء من عقل، شيء من فهم، يرى هذا الأسلوب تهريجيا، يعني أسلوب الشو الإعلامي فقط، يريد هكذا بس إنه يجذب الأنظار ويكثر عدد المشاهدين والناس ما أدري دزله لايكات بقولتهم، مو الشكل هذا الذي يريد. فما نفع هذا في صد المد الشيعي عن التغلغل في ديارهم، لأن أبناءهم رأونا على خلاف هذه السجية أو على خلاف هذه الصفة، أن لما نتكلم نتناظر نتحاور أسلوبنا رفيع، متسلحون بالعلم، حريصون على الإنصاف، مدركون لأهمية أن يتم ترتيب المواضيع والمحاور والنقاط دون بعثرتها ولا تداخلها. لأنهم رأوا منا ذلك، ها أنتم تلاحظون أنهم يتشيعون أفواجا أفواجا بحمد الله تعالى. فأنا أحذر خاصة لما يبلغني الإخوة أن هنالك بعض الأناس بدأ يستهويهم هذا من الداخل الشيعي، أنهم يفتعلون نفس هذه الأمور ويمثلون بنفس هذا التمثيل المقيت وما أدري كذا وبهلوانيات، وأتحداك وأنت ما أدري كذا، وأنت أمام أسد الشيعة، وأنت أمام ما أدري منه، وأنت يعني هذا الانتفاخ بهذه الطريقة ومحاولة فقط السخرية بالآخر، التهريج، ما أدري يعني اتباع الأساليب الدنيئة والرخيصة لجذب الانتباه وجذب المشاهدات.
هذا ليس أسلوبنا ولا ديدننا ولا الأسلوب الذي علمنا إياه أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في مواطن الحجاج والمناظرة. هذا يترك للعوام لا للمتعلمين والمتفقهين وأهل العلم وطلاب الحق والحقيقة. إذن شكرا جزيلا شيخنا على هذا الأسلوب الحضاري في النقاش.